ميناء جيبوتي بشكل خاص مؤثر للجدل، لأنه على الرغم من أن الصين لا تمتلك فيه حصة الأغلبية، لكن ملكيتها تلك سمحت لها بتوسعة الميناء الأصلي ثم تحويله إلى قاعدة بحرية. لقد قاموا مؤخراً بالتوسع بإضافة رصيف كبير يمكنهم من استقبال حاملات طائراتهم. يبلغ طول تشانغ بي تشان أكثر من 210 أمتار، ووزنها 25,000 طن، وهي قادرة على حمل 800 بحار إضافة إلى زوارق إنزال ومروحيات من طراز زد 8. تشير تقارير استخباراتية أمريكية سرية إلى اعتزام الصين إقامة أول وجود عسكري دائم لها على سواحل المحيط الأطلسي في دولة غينيا الاستوائية الصغيرة وسط إفريقيا، ما يشكل تهديداً دق أجراس الإنذار في البيت الأبيض ووزارة الدفاع. الولايات المتحدة الأمريكية بتؤكد أن الاستخبارات الصينية في ميناء بيت غينيا الاستوائية تحولت لقاعدة عسكرية بنفس الذريعة بالضبط. أن في سنة 2018 تم إعلان خليج غينيا من أخطر المناطق البحرية في العالم من ناحية القرصنة، وبالتالي الصين طلبت من غينيا الاستوائية أنها يكون لها تواجد عسكري لحماية تجارتها.